السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة حديقتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة مع نبتة جديدة، سانسيفيرا أو جلد النمر. جلد النمر هذه النبتة المعروفة من نباتات الزينة، يتم زراعتها داخل المنازل وهي نبتة جميلة. قمنا بزراعتها في هذا الأصيص الصغير هكذا، قمنا بزراعتها في هذا الأصيص الصغير بهذا الشكل كما تشاهدون. لكن ليس بالطريقة المعروفة التي نقوم بقص الورقة على 3، هناك هذه الطريقة، طريقة قص الورقة إلى 3.